مرحبا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. راح نتابع بالانظميات الارذمياز، وصلنا للتسرعات الاذينيه. احنا اخر شيء تكلمنا على انه الانظميات بشكل عام على مستوى، بلشنا بالعقده الجيبيه الاذينيه السانوس اتريال نود، كان في انظميه جيبيه لها علاقه بالشهيق والزفير او سانوس براديكارديا سانوس تاكيكارديا كلام عام. بعدها اخذنا سيك سانوس سيندروم اللي تتنكس عند كبار السن وتسبب تسرعات مثلا ودوار وتغيم وعي وتصير توقف او حصار كلام عادي. الانظميات التسارعيه ممكن تكون سبب بؤره شاذه او حلقه عوده الدخول مثل ما اتفقنا، اما هاي او هاي. وعلي راح يبلش يحكي لي على التسارعات على مستوى الاذينات. راح يبلش باول فكره هي خوارج الانقباض، بعدها راح يحكي لي على التسرع الاذيني، بعد رفرفة أذينية، بعد رجفان أذيني. هاي هي العناصر على مستوى الأذينات: خارجة انقباض أو تسرع قلب أذيني أو رفرفة أو رجفان ببساطة شديدة. هون المشكلة مو على مستوى العقدة الجيبية، لا، على مستوى الأذينات، إما بؤرة أو حلقة عودة الدخول. طيب، واحدة واحدة راح يبلش بخوارج الانقباض. عادة ما في عرض، حلو الكلام. في شعور ضربة ناقصة أو ضربة أقوى من الطبيعي، إنه حس إنه هيك تجي ضربة زيادة أحياناً، ولكن المرض يحس. على التخطيط QRS طبيعي أكيد. المشكلة عم تكون بمستوى الأذينات صح، وبعدين ينتقل التنبيه للبطينات عبر طرق التوصيل الطبيعية، وبالتالي حتكون الـ AQRS طبيعية لكن مبكرة. شكل موجة P راح تكون مختلفة، يعني القلب عم يعطيك تنبيهات من مستوى العقدة، عم تكون بي طبيعية QRST، تجيك بي طبيعية من العقدة QRST، بعد تجيك ضربة من خارج العقدة من الأذينات بؤرة شاذة، راح يكون شكل بي مختلف بعد QRST. مسافة صغيرة يريح بيبدأ بعدها طبيعي بي QRST من العقدة. يعني على مستوى التخطيط لاحظ هاي البي طبيعية، بي طبيعية 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 طبيعية، هاي الشاذة أو هاي نفسها، هاي الشاذة اللي هي خارج الأذينية، اجت خارجة بوقت أبكر لاحظ المسافات RR بهالمستوى. بعد لما اجت باكرة الخارج اجت بوقت أبكر أعطتك بي شاذة شكله مختلف عن البقية لأنه هي من مصدر مختلف، وبعدها استراحة بسيطة وبعدها يكمل يرجع للطبيعي. هل في أعراض؟ عادة ما في، بس ممكن يحس إنه ضربة هيك زيادة مختلفة. هذا هو النظم الطبيعي. هاي خرجت الانقباض الأذينية بشكل بسيط، نادرا ما تحتاج علاج. ورب سائل يسأل كيف شكل خرجت الانقباض البطينية؟ بما إنه علاقة بالبطينات راح تكون بطون، راح تكون أكبر. لاحظ هي خارج البطينية، ضربة طبيعية خارجة، شوف ضربة طبيعية خارجة، طبيعية خارجة، طبيعية خارجة، لاحظ هاي خارجة حسب التواتر. يعني أحيانا تكون ضربتين طبيعيات بعدين تجي خارجة، بعدين يكون خمسة طبيعيات وحدة خارجة، لكن وحدة بوحدة بيسموه باي جيميني. باي جيميني يعني اثنين، يعني طبيعي خارجة طبيعي خارجة، بس هيك مشان نوسع المدارك أوكي. لكن هاي الخارجة البطينية وهي هي الخارجة الأذينية. طيب معناها الأذينية ما بتخوف، شغلتها بسيطة أوكي. راح يكمل، راح نوصل للتسارع القلب الأذيني. المشكلة على مستوى الأذينات، الكلمة شوي واسعة، يعني في عندك مشكلة بالأذين أنت عم تعطيك سبب للتسرع. المركب كيو أرس حيكون ضيق كلام منطقي، موجات بي راح تكون غير غريبة أكيد، ناجمة عن الزيادة الذاتية أو داء العقدة إن العقدة مريضة أو تسمم بالديجوكسين. طيب هم راح احكي لك على التدبير حصلت بتا وهيك، راح ارجع لهم بعد شوي. اول فكره بهالشيء انه معناها هذا المصطلح تسرع قلب اذيني، الفكره انه ليس جي بي، معناها بي حتكون شاذه غريبه ومركبه كيو ار اس هي ضيقه، كون التوصيل عم يجي من اي مكان لكن لما ينتقل البطينات من الطريق الطبيعي راح تكون بي غريبه لكن كيو ار اس طبيعيه ضيقه. حلو الكلام لحد الان. طيب هذا المصطلح
الواسع قد يعبر قد يشمل الرفرفة الأذنية، يعني تندرج تحت إطار التسرع الأذني. مشكلة بالأذينات عم تعطيك تنبيه سريع، هذا هو التسرع الأذني صح؟ وفي عندك مرض آخر يندرج تحت التسرع الأذني هو MAT Multifocal Atrial Tachycardia. واحدة واحدة، إذا بتلاحظ بهالتخطيط لاحظ القلب بهالمستوى، هاي هي العقدة الجيبية الأذينية. إذا التنبيه عم يطلع في النفرض بهالمستوى عم يغذي الأذينات عم يخليهم يتقلصوا، لاحظ هو عم يجي على البطن بهالمستوى ويطلع بطلوع، يطلع بطلوع على باقي الأذين، وبالتالي عم يكون بشكل معاكس. فلذلك ممكن تشوف موجات بي مقلوبة، موجات بي ممكن تشوفها مقلوبة أو غريبة، هذا بالتسرع الأذيني. لاحظ وانت في عندك تسارع وعندك موجات بي غريبة، الكيو ار اس طبيعية، هذا هو تسرع أذيني. هاي هي أول فكرة. شيء اسمه المات، هذا بيصير عند مرضى السي او بي دي، انت تكون درسته بالداخلية القلبية. مرضى السي او بي دي مثلا يكون في تسارع أذني متعدد البؤر، عندك عدة بؤر بالأذينات عم تعطيك تنبيهات، لذلك عم تشوف أشكال بي مختلفة. لاحظ بي بهالشكل تختلف عن هاي، تختلف عن هاي، والأذينة والتسارع في عندك تسارع. الشيء بالشيء يذكر، انت بتشوف انت عندك احيانا ضربات غير منتظمة، يعني بي كيو ار المسافات ار ار غير منتظمة صح؟ مسافات ار ار غير منتظمة وما شفت بي، شو راح تسميه؟ رجفان أذيني صح؟ يعني بتشوف انت هيك ار 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 بعدين ار، لاحظ مسافات غير منتظمة وما في بي، هذا رجفان أذيني. انت شفت مسافات ار ار لاحظ غير منتظمة، مرة صغيرة مرة اكبر، اكبر اصغر اصغر صح؟ وشفت بيات والبيات مختلفين، قد يكون مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا المات. هذا بشكل اساسي كملاحظة تفيدك لبعدين بالمستشفى. طيب فلاحظ تكلمنا عن بالتسرع الأذيني شكل مركبات ضيقة للكيو ار اس، موجات بي غريبة، حلو الكلام. الشيء بالشيء يذكر، لاحظ شو ذكر لك؟ قس تستجيب المعالجة لحصارة بيتا أو اضطراب مضادات اضطراب النظم الصنف الأول أو الثالث. شو هدول؟ بكلمة صغيرة، هذا تخطيط قلب، هذا اللي بتشوفه هذا مخطط تمثيلي للزوال الاستقطاب. يعني على مستوى الاستقطاب، انه لما تفتح القنوات في نفط عندك هاي الخلية، قنوات الصوديوم تنفتح لحتى يفوت الصوديوم، تعطيك هالمظهر انه الإيجابية تزيد، وبعدين البوتاسيوم تنفتح تعطيك مظهر الهضبة، الكالسيوم يدخل تعطيك هالمظهر. يعني هذا مظهر ترسيمي يعبر عن حركات الشوارد. اوكي طيب، هاي مشان نفهم شو هاد. القنوات راح تنفتح ويصير تغير على مستوى الشوارد. شو عملنا نحن بالأدوية؟ صرنا نهاجم هاي التغيرات بفئات دوائية هي مضادات اضطراب النظم. يعني شيء على مستوى الصوديوم، ممكن نستعمل حاصل بيتا، ممكن نستعمل حاصل الكالسيوم أو حاصل البوتاسيوم. صار عندي أربع فئات أساسية، وفي أدوية أخرى لكن عندي أربع فئات أساسية. على مستوى الصوديوم هي هو الفئة الأولى، حاصلات بيتا هي الفئة الثانية، حاصلات البوتاسيوم هي الفئة الثالثة، حاصلات الكالسيوم هي الفئة الرابعة. أربع فئات دوائية. نبي كيكة، نريد كيكة، نبي كيكة صح؟ نريد كيكة، نبي كيكة، نريد كيكة، بدنا كيكة. هي هي الفئات لمضادات اضطراب النظم. على مستوى الصوديوم عندك مجموعة أدوية، أهم دواء لازم يرسخ في بالك هو اللايدوكاين. اللايدوكاين هو على مستوى الصوديوم مضاد اضطراب نظم. اللايدوكاين نفسه هذا المخدر ممكن نعطيه وريديا لاضطرابات النظم. هاي أول فكرة. الفئة الثانية هي حصارات البيتا، بيتا بلاكر. الثالثة على مستوى البوتاسيوم مثل الأميودارون. الرابعة هي حصارات الكالسيوم. والشيء بالشيء يذكر أيضا لحتى أريحك، أنت متذكر بحصارات الكالسيوم هي في أهم فيراباميل والدلتيازم وليس أملودبين. ليش؟ لأنه بحصارات الكالسيوم عندك هذا قلب جميل وعندك أوعية. الوعاء هو آرتري الشريان صح؟ وبالتالي اللي بيأثر عليه هو الأملودبين.
الارتري مع الاي، الامرودوبين على الارتري. على فكره ما بيكتب اميلو، نحن قراءة بالعربي اميلو دوبين او املو دوبين، ما في اي، لا ما في اي. طيب اوكي، هذا الاميلو دوبين. على مستوى القلب الفنتريكلز للبطينات راح اعطي فيراباميل. الفيرابامين تاثيره الاساسي على القلب، الفيرابامين من الفنتريكلز اللي بيشتغل على اثنين، على الوعاء او على القلب بالانجليزي داي، وبالتالي دلتيازم، دلتيازم دي من التاي، يعني اثنين على الوعاء وعلى القلب. وبالتالي بيذكر لك مضادات اضطراب النظم راح يذكر لك فيرابامين ودلتيازم، ما راح يذكر امودوبين اللي هو خاف الضغط فقط، لانه بس على الاوعيه. اوكي، مشان ما ندخل بتفاصيل اكثر، هي الفكره العامه عن مضادات اضطراب النظم. حلو الكلام. فهو بذكر لك بهالفئه معناها لا قد تستجيب الحاله اللي حصلت بالتاء اللي هي الفئه الثانيه، او مضادات اضطراب النظم الاول والثالث، يعني اول ثاني ثالث. هذا باختصار شديد. طيب، قد يكون استئصال البول عبر القطره مفيدا في حاله النكس. حلو الكلام. بهالفقره راح انكش لك شغله اخرى، مو انه هو كاسئله لكن لا، حتى اوسع فهمك للفقرات الجايه. موضوع الديجوكسين، الديجوكسين انت شو بتعرف عنه؟ اذا بتعرف انت الديجوكسين يسبب تباطؤ قلب، صح؟ ليش ليسبب اضطراب نظم متسرع؟ يعني فالديجوكسين شو آلية عمله؟ هي خلية بسيطة، صح؟ عندك مضخة صوديوم بوتاسيوم، المضخة يعني تصرف قوة. ودوما فهمتك لما يكون عندك شنطة حقيبة ودك تحط فيها ملابس وهي ممتلئة معباية، لازم تبذل جهد، صح؟ وبالتالي حتى تدخل البوتاسيوم، الخلية فيها بوتاسيوم كتير، فحتى أدخله للداخل لازم أصرف طاقة لأنه هي معباية بوتاسيوم. فالمضخة تدخل البوتاسيوم للداخل وتخرج الصوديوم إلى الخارج. الديجوكسين شو راح يعمل؟ يعطل هاي المضخة، وبالتالي الصوديوم ما عاد يطلع، الصوديوم راح يتراكم داخل الخلية. أوكي، هاي أول شيء. شو بعدين شو راح يصير؟ راح يحاول يهرب من مكان آخر، راح يحاول يهرب من هالقناة ويفوت بداله كالسيوم. إيجابي بإيجابي، راح يطلع الصوديوم ويدخل الكالسيوم، وبالتالي من هالعملية الكالسيوم صار أكثر، الكالسيوم صار أكثر راح يؤدي إلى التقلص. هاي آليته بزيادة التقلصية، إنه يدخل الكالسيوم إلى الداخل. ليش؟ إنه ضرب لك المضخة. طيب، ومن ناحية أخرى على مستوى العقدة الجيبية الأذينية والأذينية البطينية، هو بيزيد تنبيه المبهم، يزيد تنبيه المبهم على العقد، وبالتالي يعمل تباطؤ. معناها راح يعمل تباطؤ، لذلك نعطيه بالرجف عن الأذيني بالأتريك فبرليشن، ويزيد القلوصية نعطيه لمرضى قصور القلب. ورب سائل يسأل، ما جاوبتك لسه، ليش عم يعمل رجفة اضطرابات نظم ويعمل تسارع؟ صح؟ السؤال الجواب ليش؟ لأنه أنت لما عم تعطيه وعم يكثر لك الكالسيوم داخل الخلية، عم يأهب للتقلص، للأوتوماتيسيتي. احنا يعني متفقنا أنه هذا مخطط للشوارد بزوال الاستقطاب، مو في الكالسيوم عامل مهم، وبالتالي الكالسيوم إذا عملته داخل الخلية بزيادة أنه كثرت مستواه راح يصير زوال استقطاب، وبالتالي ممكن يأهب لاضطراب نظم. أوكي، هاي الفكرة، أنه الديجوكسين لما عم أعطيه وخاصة بالتسممات بالديجوكسين ممكن يأهب لاضطراب نظم ويعمل تباطؤ قلب، لكن ممكن يسبب اضطرابات نظم أخرى. هاي الآلية توضع تأثير الديجوكسين، يزيد القلوصية، يبطئ القلب، لكن ممكن يعمل اضطرابات نظم. تمام؟ فرح نستغل الفرصة ونجيب هذا من صفحة الأدوية بآخر المرجع تبع الداخلية. ذكرك عن الديجوكسين، عن آليته أنه هو يثبط المضخة، يزيد مستوى الكالسيوم بشكل مباشر، يزيد النشاط المبهمي، وبالتالي يبطئ التوصيل ويسبب تباطؤ. كلام منطقي جدا. أمتى نستعمله؟ لضبط الاستجابة البطينية في الرجفان الأذيني. حلو الكلام. بقصور القلب، الكلام عن الجرعة كتير ما له أهمية، الفقط أنه إذا أنت شكيت بالتسممات راح تسأل المريض أيمت عمو أخذت آخر حبة؟ بعد بست ساعات، يعني كلام عملي بس كمستوى امتحان ما بيهمك. القصور بنفيده خاصة إذا كان في رجفان أذيني، راح يفيدنا كتير. كلام عام، اطرحه كولوي، لذلك مرضاتنا بيكون قصور قلب، قصور كلية. أنا ليش عم ركز على الديجوكسين؟ هو بلش يصير نادر
عالميا كتسمم فيه، لكن ببلادنا شائع. لأن المرض قلت لك ما بيوقف الدواء، الديجوكسين ينعطى مثلا كل اسبوع ما عدا الاثنين والخميس مثلا، وبالتالي المريض احنا يقول لك حسيت حالي تعبان اخذت الزياده، وعنده قصور كلي من هالناحيه، واحيانا هو قصور قلب ياخذ مدرات، المدرات تسبب نقص بوتاسيوم اللي هو عكس الكالسيوم بالتاثير على العضله القلبيه، انه مرخي او يقلص. انخفض تاثير المرخي اللي هو البوتاسيوم، ازداد تاثير الكالسيوم، ازدادت تاثيرات الديجوكسين، وبالتالي التسمم فيه عندنا شائع ببلادنا وتشوفه. طيب التاثيرات الجانبيه هضميه، طهم غثيان، تغير رؤيه الالوان. ودوما احكي لك على هذا المرض اللي ما انساه، اللي اجاني يشكي من بس معته ما عنده شهيه منيحه، ومعته تقلب غثيان والضوء الابيض يشوفه اصفر. تمام، هاي هي الفكره باختصار. الفكره الاخرى، المضاد الاضطراب الهام للديجوكسين مترجمه وولف باركنسون وايت. وولف باركنسون وايت راح احكي لك بسطر واحد، ولما ناخذ وولف باركنسون وايت راح افصل. وولف باركنسون وايت هي باختصار عندك توصيله شاذه من الاذنات للبطين، يعني التنبيه ينتقل من هالمستوى ومن مستوى اخر. انت اذا جيت وعطيت ديجوكسين اللي هو يثبط لك هالعقد، صح انه يزيد التاثير المبهمي، بس ما له علاقه بهالحزمه. انت وقفت التاثير الطبيعي، لكن الحزمه الشاذه بالعكس راح تاخذ راحته على الاخير، وبالتالي انت اذا الغيت التاثير الطبيعي زدت تاثير الحزمه الشاذه واهبت لا نظميات خطيره، وبالتالي هو مضاد استطباب في وولف باركنسون وايت. وولف باركنسون وايت، وولف ذئب. الديجوكسين شو كان له علاقه به؟ نبات كف الثعلب. اوكي عم اربط الرابط العجيب، بس مشان تذكر انه اذا عندك ذئب ما راح تبعت له ثعلب، اكيد لا صح ولا لا؟ وبالتالي هي حيوانات ما حيوانات، لا ما بصير. وولف باركنسون وايت ما بصير تعطيه ديجوكسين تبع كف الثعلب. طيب اخر فقره اليوم هي الرفرفه الاذينيه. اتفقنا الاليه باضطرابات النظم، اما بؤره شاذه او حلقه عوده الدخول، وبالتالي هي عوده حلقه عوده الدخول كبيره في الاذين اليمنى. السرعه 300 ضربه اذينيه في الدقيقه. ليش؟ كان احنا اتفقنا ان الاذينات تشتغل بسرعه، العقده راح تكبح 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 بحيث ان البطينات ما بتتقلص بسرعه اكثر من 180. اذا كانت سرعه البطينات اكثر من 180 من سرعه 250 مثلا، الدم ما صار جدا قليل تتقلص فورا، وبالتالي الدم اللي رايح على الاجهزه الحيويه حيكون قليل، حيكون في فقدان وعي اكيد، وبالتالي هي عم تحاول تكبح. طيب لو تبي حول حلقه عوده دخول كبيره في الاذين اليمنى، هي اليه الرفرفه الاذينيه. وجود حصار اذيني بطني مرافق بمعدل 2 ل 1 3 ل 4. الحصار الاذيني البطني مرافق هذا شيء فيزيولوجي، هذا شيء عامل رد فعل، هذا عم احكي لك عليه اللي هو اليه الكبح بالعقده. الحصار اللي ذكره هو ان العقده عم تحاول تكبح، هذا هو وصف الحصار اللي ذكره، لحتى البطينات تاخذ وقت وتتقلص. حلو الكلام. موجات الرفرفه على شكل اسنان المنشار، احيانا اذا كان سريع ما بتشوف. شوف هسه هي اسنان المنشار، اذا كان سريع جدا ممكن يصير بهالشكل بحيث انه تندمج تضيع موجات بي مع الكيو ار اس تي، هذا وصفه بهالسطر. قد تختفي الموجات بوجود الحصار الاذيني البطني 2 ل 1، يعني ضربه كيو ار اس، ضربه كيو ار اس، ويمكن كشف عنها عبر زياده درجه الحصار، يعني لحتى تكشف عنه بشكل واضح تمسد تنبيه مبهمي، زادت الكبح عن طريق العقده، وبالتالي بيظهر التاثير. يعني هو كان سريع، انت عملت التمسيد، نبهت المبهم، زدت التضبيط بهالمستوى، صار ابطا صار ابطا صار ابطا، بلشت تشوف الموجات بشكل اوضح. كلام منطقي بصراحه. او اعطاء بعض الادويه مثل الادينوزين اللي راح نحكي عنه ان شاء الله بعدين. هلا الاستعمالات، الديجوكسين، حاصل بتا، فيراباميل او اميودارون. طيب بشكل اساسي باضطرابات النظم انا كيف بعالج؟ راح اشوف مريضي ستيبل مستقر ولا انستيبل غير مستقر. انستيبل يعني ضغطه نازل،
عنده ألم صدري، زلة شديدة، تغير معي، هذا غير مستقر. والنظميات راح أصدم صدم، لا والله ما عنده الأشياء مستقر وعنده اضطراب نظم سريع، لا هون راح أعطيه أدوية. هذا بشكل عام وواسع. حلو الكلام. فهون ذاك لك هو الأدوية بشكل عام، يعني هذا الكلام أقل أهمية في اختيار الدواء. طيب هاي هي حلقة عقد الدخول على التخطيط، هاي شكل أسنان المنشار. فكطريقة حفظ للرف الرفة الأذينية، سرعة الأذينات هي 300، حلقة عقد الدخول تشبه أسنان المنشار، الرف رف الخشب صح، منها نقصه بالمنشار. هذا الربط العجيب، أسنان المنشار، الأسنان عدد حوالي 32، 32، وبالتالي سرعة الأذينات حوالي 300، على عكس الرجفان الأذيني اللي يمكن يوصل ل 500 600، بالرفرفة حوالي 300 هي سرعة الأذينات. أسنان المنشار الآلي هي حلقة عودة الدخول، ممكن أستعمل حصارة بيتا أو ديجوكسين أو أميودارون، هذا بشكل مختصر وسريع. إن شاء الله كان الفيديو مفيد. الفيديو القادم عن الرجفان الأذيني. سلام.